تعالوا تعالوا يا حلوين، خليكم مغمضين، اوعوا تفتحوا خالص خالص، اوعوا تفتحوا يا حلوين، اوعوا تفتحوا خالص خالص، اوعوا تفتحوا يا حلوين، فتحوا. هي دي غرفة الطفل الطموح؟ أيوة هي دي غرفة الطفل الطموح. هتلاقوا بقى فيها ألعاب وبلاي ستيشن وإكس بوكس ويو إس بي وفوكس مولدر وكل حاجة حلوة. وده بقى مقام سيدي البوكيمون؟ لا ده غالبا الطفل الطموح بيتدفن هنا. لا يا حبايبي، ده النصب التذكاري بتاع الراجل اللي بنى الدار دي. انتوا قتلتوه دفنتوه هنا؟ لا الراجل لقى الفلوس اللي بنى بيها الدار هنا. لقى هنا مليون دولار؟ انت عرفت منين ان هما مليون دولار؟ لا اي حد يعني بيلاقي مبلغ عاده بيلاقي مليون دولار، هيلاقي كام يعني؟ لازم تيجي عندنا. المهم بقى الراجل بعد ما لقى الفلوس هنا بنى بنصها الدار دي، اما بقى النص التاني بنى بيه دار تانيه في شبين هيفتتحوها بكره. دار في شبين؟ على فكرة دار ايتام في شبين ده يشتغل كويس جدا. تعبيط يا ابني؟ تشتغل كويس ايه؟ احنا فاتحين مطعم؟ وانت ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتتكلم عادي كده ازاي؟ ايوه بتكلم عادي، وعلى فكرة اغنيتي رخمة. اغنيتي رخمة؟ انا يا ابني الله يسامحك. امشي بس يا عم، اطلعي بره وليلي. اضربني بالطوبة، اضربني بالطوبة، اطلعي بره. يا فخر بس اسكت، بدل ما بلقها لك بالطول كده اسكت. انزلوا دوروا معاها على الفلوس. انزلوا هنلاقيها. يلا يلا يا حلوين، الفلوس متجكنين. يلا يلا. سيد 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 سيد. ايه عايز ايه ارتاج؟ ما تصحى بقى. يا سابك الساعة 12 ونص. يعني لسه ما جاتش 3 العصر، إيه اللي هيصحيني بدري؟ اصحى بقى يا سيد. سيد مش عايز تقولي حاجة؟ عايز أقول لك اخرجي اقفلي الباب عشان أعرف أكمل نوم. لأ غير كده، مش عايز تقولي حاجة النهاردة؟ قبل ما تقفلي الباب اقفلي الستاير عشان الشمس ما تخشليش، يلا اطلعي بره بقى. ستاير إيه؟ يا سيد النهاردة إيه؟ سيد 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 اطلعي بره. أنت مستفز. خلي اتخمد. سيد سيد هو النهارده يوم ايه؟ فكرني كده. معرفش، تلاقيه 3 ولا 4. هو بعيد انه هيكون يوم مهبب على دماغك. النهارده كان في الشهر يا سيد؟ انا شعرفني يا ريتاش، ما تبص في موبايلك، هي اسئله وخلاص. النهارده 15/8، مش بيفكرك باي حاجه؟ تلاقيه ميعاد اي زفت قسط على دماغنا، غساله ولا تلاجه. سيبيني اطفح بقى. اطفح اطفح يا سيد. ها معلكيش؟ ما افتكرش. انت هتعمل عبيط يالا ومش فاكر ولا ايه؟ يا جماعه في ايه؟ هو انا فاقد الذاكره وانتم مخبين عليا؟ انتوا بتعملوا ايه من ورايا؟ هو اللي كنت صاحيه مبسوطه وسعيده النهارده؟ مبسوطه وسعيده في الظروف اللي احنا فيها دي؟ انت ما عندكيش دم؟ النهارده عيد جوازكم يا حمار. يعني اللفه دي كلها عشان تقولي لي النهارده عيد جوازنا؟ عيد جواز ايه وزفت ايه في الظروف اللي احنا فيها دي؟ الانيفرسري بتاعنا بالنسبه لك بقى زفت؟ ميرسي قوي، شكرا. انا مالي انا طيب؟ بني ادم غبي غبي. بوظت الدنيا قوي؟ بوظتها؟ ده انت طينتها على الاخر. يا ابني الست عندها اهون ان انت تنسى اسمها من انك تنسى الكونفيرس بتاعها. تنسى ايه؟ الكونفيرس ده اللي هو عيد الجواز بالانجليزي يعني. طب اعمل ايه دلوقتي؟ مالكش دعوه. سيب لي نفسك وانا هجيبها لك ركعه تحت رجليك. لا فخر مش الدرجات دي، مش عايزين نخطفها، احنا عايزين نصالحها بس. يا عم مش هنخطفها، هنصالحها. ما ارتضتش يبقى بخاطرها بقى. سيبك بس من الطفح اللي انت بتطفحه ده وتعالى معايا وانا هميزك. بطلي بقى اسئله واوعي تفتحي عينيكي. طيب قولي قولي. طيب ايه تعالي تعالي بس يا فخر بالراحه. طب لحظه اقع. فتحي عينيكي. ايه ده مبروك، انت اشتغلتي جرسون في الجندول؟ جندول ايه يا متخلفه انت؟ بصي هناك. ايه ده؟ الله، كل سنه وانت طيبه يا روحي. وانت طيب؟ ايه البنطلون ده يا سيد؟ ما انا الصبح ما لقيتش بنطلون البدله فقلت البس ده اليق يعني. ماشي مش مشكله. اتفضلي روحي. ماشي.
مظلوم. كل سنة وانت طيبة يا روحي. ايه الرومانسية دي كلها يا سيد؟ انت شفتي حاجة؟ ده أنا هغرقك رومانسية بجد؟ اهلا وسهلا بيك يا فندم، اتمنى تكونوا مبسوطين معانا. ليه مش بيولعوا؟ هو كده، هو نظامه كده. مفيش. انتوا نورتونا في المكان النهارده، ده مشروب مخصوص كومبريمو من المكان، المكان هنا بيتميز بيه، اسمه عرقسوس مخصوص. عرقسوس مخصوص؟ عرقسوس مخصوص، حضرتك حابب تعمل تيست ولا صب على طول؟ لا صب على طول. اوكي، على الله التسهيل. تقليش قوي في العرق سوس عشان انت اللي هتسوقي احنا راجعين. ماشي. حضرتك مستر سيد كان اختار قائمه الطعام اللي هتنزل لكم النهارده، حابين افكركم بيها؟ يا ريت. اوكي، احنا عندنا فول وبتنجان، حضرتك حابب تخش بايه الاول؟ انا هبتدي ببتنجان رولي. حابب تاكله بكيس ولا من غير كيس؟ لا بالكيس يا مدام. اوكي يا فندم. ابو النصر اتفضل يا فندم. في مخلل لو حضرتك عايز. لا متشكر جدا. اوكي اتفضل يا ابو النصر. حضرتك ما عندناش بقى كده الا الفول لان هو خد البتنجان. ماشي، انا هاخد واحد فول بس من غير كيس. تحت امرك يا فندم. الفول هنا بقى الاسمر عندنا هنا بنتميز بيه جامد هنا في المكان. اتفضل يلا ابو النصر. والعيش بقى بتاعنا هنا تحفه يا فندم، تحفه. اتفضلي يا فندم حضرتك. الف هنا وشفا. اتفضل. وده جرجير كومبليمو برضو من المكان، لو حابين تزودوا حاجات يعني اتفضلوا يلا كله. الف هنا وشفا يا فندم، انا موجود جنبيكم طول اليوم النهارده تحت امركم، انا اسمي فخر، لو عاوزتم اي حاجه اتفضلوا امروني. شكرا جدا. ميرسي. ربنا يخليك. وبالنسبه للفرقه كنتوا مبسوطين يعني ولا؟ لا انا مش قلت لك عايز فرقه عمر خيرت؟ ايه دول؟ ده عمران خيرت ابن عمه في البلد. ماشيهم. طيب اوكي يا فندم انا غلطان انا اسف. اتفضلوا معايا، هم عليهم مراقبه اصلا. يلا اتفضل. الله انا مبسوطه قوي يا سيد. انت لسه شفتي حاجه؟ لسه بقى المفاجاه الكبيره. ايه؟ عملت لي اشتراك المترو؟ لا مترو ايه؟ حجزت لك في احلى مطعم في البلد، رسيني. رسيني؟ روسيني. صح هو ده. ايوه يا سيد بس ده غالي قوي. ما احنا بقى يا حبيبتي هنروح الخروجه دي ومش هناكل لحد اخر الشهر. احنا اسفين جدا. وكاعتذار من المكان انا هغني لكم عشان بس ما تتضايقوش من اللي حصل بسبب الفرقه. لا اتفضل. شامبراين لاك ا دايموند، شامبراين لاك ا دايموند. ايه العرب ده؟ ايه بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ لا فخر. انا اسف. فورميدابل فورميدابل. بس انت هتبوظ كل اللي انت عملته. خلاص دلوقتي بقيت يا فخر يا وحش يا فخر عشان اتصالحته. صحيح، ما هي العروسه للعريس والجري للمتعيس. عروسه وعريس؟ انت محسسني النهارده دخلتي يا فخر. لو انت سالي دي خرجتك. ييه. عايز ايه؟ المعلم عايزكم. شايف يا ابومه؟ عايز احتفل بعيد جوازي. يلا نحتفل بيه مع السحاوي بقى. يلا اجي معاهم. يلا يا عم الحلو تعالى. ماشي يا باشا. اهلا يا معلم، انا كنت فاكرك هتجيبنا في البيت عندك عشان نحتفل بمناسبه من مناسباتك. لا معلش، اصل الحاجه طلعت عمره وحلفتني ما دخل حد البيت وهي مش موجوده عشان ما يتوسخش. اخصى عليك يا معلم. طب مش كنت تجيلنا انت؟ ده انا كنت عامل حته سفره الكل بيحكي ويتحكى بيها. طب يا جماعه ما تاجلوا الكلام في الموضوع ده، اصل يا معلم النهارده احنا عندنا مناسبه مهمه جدا صارفين عليها فلوس قد كده. لا ما احنا عندنا هنا مناسبة برضه. عندنا عزا. عزا؟ عزا ليه يا معلم؟ عندك حق يا معلم. عندك حق. بس أنا كل اللي طالبه منك بس طلب واحد يا معلم. أنا عارف إن احنا زودناها وزودناها بالجامد. بس اديني أسبوع. أسبوع وهنجيب لك الستة مليون دولار على دير المليم. هتسألني إزاي؟ هقول لك معرفش. أهو النبي يا معلم.
اسبوع واحد بس حتى نحتفل بالانيفرسري بتاعنا. لا وانا ما قلتلكوش، ما انتوا مش هتروحوا اي حته تانيه، انتوا هتطلعوا فوق. فوق فين؟ اوعى تكون هتربطنا فوق السطح يا معلم في الحر ده. لا يا سيد، واعتقد يقصد فوق ابعد من كده، فوق عند ربنا. برافو يا معلم فخري. ليه يا معلم؟ ليه احنا ما عملناكش حاجه؟ عايز تقتلنا بعد العشره دي كلها؟ هو احنا قلنا لك مش هنديك فلوسك؟ لا وانا ما قلتلكوش، انا ادركت في الرحله دي ان الفلوس مش كل حاجه، فاستعوضت ربنا في فلوسي. قد الدنيا يا معلم، قد الدنيا والله، طول عمرك كبير يا معلم. وبدل الفلوس انا هاخد ارواحكم، وربنا عوض عليا في الفلوس ويجعلهم في ميزان حسناتي. مالك فارش دروعك علينا كده ليه؟ وقلنا لك اسبوع والفلوس هتكون عندك، ايه في ايه؟ فارش دروعك، عشان فارش دروعك دي انا مش هقتلكم، انا هعذبكم الاول. يعني هو كل اللي فات ده ما كانش تعذيب؟ والعلامات اللي في جسمي دي ما كانتش تعذيب؟ الحق رجاله بيقول اللي فات ده كان تعذيب. لا حبيبي يا حبيبي، اللي فات ده كله كان لعب عيال، وهنبتدي دلوقتي التعذيب. السلام عليكم يا ابني. عليكم السلام. هو ده السجل المدني يا ابني؟ لا مش هنا يا حاج، الناحية التانية. أنا واحد ابن حلال اداني العنوان ده وقال لي ده السجل المدني. اتكل على الله دلوقتي يا حاج، دي ساعة شيطان. أنا عايز أطلع توكيل ومعايا أوراقي أهي. أنا مش شايف حد خالص. أنا جبت الخلق أهو. أنت كويس يا زين؟ تعالوا معايا. أنت مين؟ مالكوش دعوة، تعالوا بس معايا. تعال عم شكشك هيأمننا، تعال. إحنا متشكرين أوي يا حاج، بس هو حضرتك مين؟ أنا سيف يا سيد. بالظبط يا سيد. ده سيف اخويا التوأم. الحمد لله على السلامة يا حبيب اخوك. انا مش مصدق ان الصدفة جمعتنا بعد السنين دي كلها. ايه ده؟ يعني دي مامتك يالا يا سيف ولا ايه؟ انت متخلف يا فخر. ما امي هي امك. دي الست اللي بتساعدنا هنا في البيت. صحيح يا سيف، هو انت ايه اللي كان موديك المكان المقطوع ده اللي انقذتنا فيه؟ انا ممكن اقول لك يا سيد كان ايه اللي موديني هناك، بس ساعتها هضطر اقتلك. لا وليه؟ ليه؟ كفايه انه انقذنا من ايد السحاوي وشال السكينه من على رقابينا. ربنا يخليك يا سيف لينا. وحشتوني يا اولاد الشحات. اوعى تكونوا فاكرين ان انا كنت مرتاح وانا بعيد عنكم، او قلبي كان قاسي. لا انا قلبي طيب، قلبي حنين، قلبي كبير. يا حبيبي يا فوقش، طول عمرك ابن بلد. المهم دلوقتي يا سيف يا اخويا، ما تعرفش تلاقي لنا طريقه نخلص بيها من السحاوي ده؟ ده منغص عيشتنا وعايز يقتلنا كل يوم والتاني. ما تقلقش يا سيد، اعتبر مشاكلك مع السحاوي كلها اتحلت. يا فرج الله، الحمد لله يا رب. مش قلت لك يالا يا سيد؟ قلت لك اخوك سيف اللي هيحل مشاكلنا. يعني هتدفع كل الفلوس اللي علينا للسحاوي؟ فلوس ايه اللي ادفعها يا فخر؟ فلوس ايه اللي ادفعها يا فخر؟ امال هتساعدنا ازاي؟ هتدعي لنا؟ انا عندي مليون طريقه اتصرف بيها مع السحاوي، بس لو قلت لكم طريقه واحده منهم للاسف مضطر اقتلكم. لا تقتلنا ليه؟ بس خلي بالك السحاوي ده خطر جدا ومش سهل خالص. السحاوي خطر؟ انا اتعاملت مع مجرمين اخطر من السحاوي 300 مره. ليه انا سيف؟ هو انت بتشتغل ايه؟ والعز والمنجاه والقبهه اللي انت عايش فيهم دول جبتهم منين يا؟ انا ممكن اقول لك انا بشتغل ايه، بس لو قلت لك انا بشتغل ايه مضطر اقتلكم كلكم. ايه يا عم في ايه؟ خلاص مش عايز اعرف، هو انت قافش ليه كده؟ لما الامور تهدى وتروق هبقى احكي لكم على رواقه كده انا بشتغل ايه. ياه والله انت وحشتني قوي يا سيف، نفسي اقعد معاك طول اليوم، بس للاسف مش هقدر النهارده عشان مشغول جدا. من امتى يا سيف؟ انت وراك ايه؟ ايوه اصل النهارده عيد جواز انا وريتاج، وحاجز لها بقى في حته مكان يا سيف من اللي هما بيدفعوا له بالمكنه ده. ما خلاص بقى يا سيد انت هتذلني.
كده يا جماعة يبقى لازم نحتفل بسيد وريتاش. ثواني معلش. ايه ده؟ شكله رقم مهم قوي يالا، مين اللي بيكلمك؟ أنا ممكن أقول لك مين اللي بيكلمني، بس لو قلت لك هتبقى مضطر تقتلني. بالظبط يا فخر. لا لا يا معلم، لا أنا مش عايز أموت في مكالمة، ملهاش لازمة خالص. طيب يا جماعة، البيت بيتكم. خد راحتكم على الآخر. ماشي. أنا أروح أخلص المكالمة وأرجع لك. اتفضل اتفضل يا حبيبي أخوك ده، إحنا هنهيص. بقول لك إيه؟ أخوك ده جميل قوي. هو أنت ليه ما قلتش إن عندك أخ توأم؟ هو حاجة عيب يعني؟ كنت لازم أقول لك إن عندي أخ توأم؟ الصراحة يعني نسيت خالص. في حد ينسى إن عنده أخ توأم؟ أنت هتستعبط؟ ما تقول لي حاجة يا فخر. بتعمل إيه يا فخر؟ بعمل إيه؟ ما الراجل قال البيت بيتنا والمطرح مطرحنا. ده عنده نيوتيلا في التلاجة. أخوك التوأم اللي أنا ما أعرفش عنه حاجة، ها؟ يا ريتاج، يا ريتاج، ده موضوع قديم قوي. أصل أنا وسيف جينا في خلفة مميزة جدا. خلفة؟ ايوه، احنا كنا دكرين ونتاية، النتاية ماتت، وبعدين جه راجل غني جدا وكان عايز يشتري سيف. وابوك باعه؟ عادي يعني، فيها ايه؟ الراجل كان مزنوق في قرشين. ايه، هي خلفة لابرادور؟ لا، انا ابويا كان عنده وجهة نظر في الموضوع، عنده اتنين نفس الشكل، هيعمل بيهم ايه؟ لا نبيه جدا ما شاء الله، وباعكش انت ليه؟ لا، هو الراجل الغني ما رضيش يشتريني انا، لان انا كنت نازل ضعيف جدا، كنت نازل نص الفوقاني بس، ما كانش فيه نص تحتاني، فحطوني في الحضانه 6 شهور لحد ما كملت بقى. بس يا سيد ابوسي ده، كسكت، ايه القرف ده؟